إذن على بركة الله غادي نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو حساب قياس السعة والحجم. En français, calcul de la contenance et du volume. Alors, هنا في الدرس ديالنا اللي كاين في الكتاب المدرسي ديال الجديد في الرياضيات، إذن هما محددين المكعب، متوازي المستطيلات، المنشور القائم والأسطوانة. إذن حاولوا تتبعوا معايا الدرس حتى الاخير، غادي نحاول نشرحوا القاعده بصفه عامه ونحاولوا نحطوا الخطوط الاساسيه ديالنا في هذا الدرس اللي هو من بين الدروس كيف ما قلت لكم الدروس المهمه اللي دائما دائما كنلقاوها في الامتحان ديال اخر السنه. اذا خصني نرد البال مزيان ونحفظ القواعد ديال الهندسه. اذا هذا الدرس والدروس ديال الهندسه ما يمكنش يمروا مرور كرام بلا ما نحفظ القواعد. إذا ما يمكنش نخدم تمارين إلا ما كنتش حافظ القواعد بيان سور، حتى جدول الضرب كيلعب واحد الدور مهم في هذا الدرس. إذا على بركة الله غادي نبداو الدرس ديالنا، دونك غادي نحاول نلخص معكم هذا الدرس على شكل جدول، فهمنا؟ باش يكون عندنا واحد الجدول ديال المراجعة حنايا باش نخدموه في الدار، ولا مثلا ملي كنبغيو نراجعو نرجعو لهذا الجدول اللي خدمناه. اذا هنا غادي نحاولوا نديروا شحال عندنا من شكل، عندنا المكعب متوازي المستطيلات المنشور القائم عفوا والاسطوانه. اذا غادي يكون عندنا الجدول ديالنا مقسم لاربعه ديال الاشكال كيف كتشوفوا معايا، اللي هما الاشكال اللي محدده في المقرر وفي هذا الدرس. اذا غادي نجي هنا وندير هذه الطريقه، ندير الاول المكعب متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات المنشور القائم، المنشور القائم ثم الأسطوانة. مزيان. اذا نتوما في الدار ديالكم راه عندكم الادوات الهندسيه، ممكن ترسم الشكل هنا، يعني هنايا مثلا المكعب غادي نرسمه بهذه الطريقه، انا غادي نرسم غير بيدي، فهمنا؟ دونك نتوما ما ديروش بحالي، حاولوا تاخذوا الادوات الهندسيه ديالكم، فهمنا؟ انا غادي نحاول ندير غير واحد الرسم تقريبي للشكل ديال المكعب باش نحاولوا نخدموا به. اذا هذا مكعب مثلا، هنا متوازي المستطيلات عباره على واحد المستطيل اللي كبير بهذه الطريقه هذه، ونديروا له الجوانب ديالو بهذه الطريقه مثلا هكا. ما ترسموش بيديكم، خذوا الادوات الهندسيه مادام عندكم المسطره ديالكم والادوات الهندسيه. اذا هذا مكعب، هذا متوازي المستطيلات. اذا المكعب عنده الضلع ديالو ا، اما متوازي المستطيلات عفوا غادي نجيب الليفت ديالي الاخرين، متوازي المستطيلات فيه مثلا الطول ا، وفيه ب العرض، وفيه الارتفاع اللي هو سي. مهم هادشي. غنمشيو دابا للشكل الاخر اللي هو المنشور القائم، وغادي نرسموه بهذه الطريقة في الكتاب في الدفتر ديالنا عفوا، الطريقة نرسم المنشور القائم ديالي بهذه الطريقة، فهمنا؟ كيف ما قلت لكم نتوما استعملوا الأدوات الهندسية، هذا فيه الارتفاع اش. واخر شكل عندنا هنايا اللي هو الاسطوانه اللي كتعرفوا مزيان 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 مزيان. اسطوانه عباره عن دائره هنا ياك، نرسم بهذه الطريقه مثلا هنا هكا. انا كنحاول ندير لكم رسوم تقريبيه فقط، اما الحقيقه نورمالمون خصنا نستعملوا الادوات الهندسيه ديالنا باش نرسمو الاشكال بطريقه صحيحه. مزيان. الوغ هذه كتسمى القاعده، القاعده او قاعده الاسطوانه. الوغ نجيو الاول قاعده عندنا هنا اللي هي حجم المكعب لو في،
الحجم ديال المكعب كيساوي لنا ا اس 3، يعني هذا الضلع ا ثلاثة ديال المرات، ا في ا، يعني الضلع في الضلع في الضلع. هذا هي القاعدة ديال الحجم المكعب. إذن حجم المكعب، حجم المكعب غادي نصغر شويه هاد الثلاثة هنا هنايا دونك هادي اس 3 مفهوم. اما دونك هادي بالنسبة قلنا الحجم ديال المكعب في دو لو فوليوم دو كوب بي فوا اش ولا ا فوا ا فوا ا. علاش؟ حيت هنايا ما عندناش الارتفاع نفسه كاين هنا، يعني ا حتى هنايا وفي الارتفاع حتى هي ا. نمشيو دابا للمتوازي المستطيلات. حجم متوازي المستطيلات في دائما. الوغ القاعدة سهلة، كتعطينا ا طول في العرض في الارتفاع، طول في العرض في الارتفاع. هيا نكتبوها هنايا، الطول في العرض في الارتفاع. هنايا كيف ما قلنا الضلع، الضلع اس 3. نمشيو دابا المنشور القائم، لو فوليوم، حجم المنشور القائم. الحجم ديالنا هو القاعدة في الارتفاع، القاعدة اللي هي غادي نرمزو لها بي كبيرة. هما كاملين هذا الحجم كيساوي القاعدة في الارتفاع، هذه القاعدة، يعني هذه هي بي، القاعدة في الارتفاع. ثم آخر واحد اللي هو حجم الأسطوانة، الأسطوانة القائمة اللي هو في، دائما كتساوي لنا بي القاعدة في الارتفاع، هذه هي بي، يعني كتساوي لنا بي مضروبة في اغ اس 2 مضروبة في الارتفاع. نعود لها، بي مضروبة في الشعاع اس 2 في الارتفاع. إذا حاولت نلخص لكم كاع القواعد اللي عندنا هنايا ديال الحجم ديال المنشور القائم، المكعب، متوازي المستطيلات، والأسطوانة. يلا نقولوا هذا الجدول هذا باش ندوزو لحاجة واحدة أخرى. عافاكم. يلا نرضي لكم، نقولوا الجدول كيف كتشوفوا. هذا الجدول كيلخص لنا كل قواعد حساب الحجم بالنسبة لهذه الأشكال الهندسية اللي كتشوفوا فيها. دونك الى ساليتو كتبوا لي في كومونتير، قولوا لي استاذ سالينا باش نحاولوا ندوزو مباشره لتمرين تطبيقي. ابا الحق تمرين تطبيقي في الكتاب المدرسي. اذا هنايا هذه اللي عندنا هنا كتبوها لي، عافاك حاجه نسيتها هنا. دونك القاعده في الارتفاع، يلا نقولوها قبل ما نمسح هذا الجدول. الى ساليتو كتبوا لي في الكومونتير جي تيرميني مون طرافاي. مزيان مزيان، انهينا يا استاذين، دهم مزيان مليح، برافو عليكم، برافو لي زونفون.
Donc, si vous avez terminé, on va essayer de passer directement à un exercice d'application. إذا سالينا غادي نديرو واحد التمرين تطبيقي اللي غنحاولو نطبقو فيه مباشرة هاد القواعد ديالنا اللي هما قواعد بسيطة جدا نراجعوهم ضلع في الضلع في الضلع. يعني مثلا إلا عطاوني هنايا خمسة غادي ندير خمسة مضروبة في خمسة مضروبة في خمسة، فهمنا؟ مثلا إلا جينا هنايا المتوازي المستطيلات قالولنا الطول مضروب في العرض مضروب في الارتفاع، سهلة. الطول مثلا إلا عطاوني ثلاثة والعرض مثلا عطاوني جوج، ثلاثة مضروبة في اثنان هي ستة، وستة مضروبة في ارتفاع مثلا ثلاثة اللي هي 18، سهل. هنا نفس الطريقة القاعدة، هذه القاعدة هذه نحسب المساحة ديالها ونضربها في الارتفاع، والمساحة ديال شبه منحرف ديجا كنعرفوها، فهمنا القاعدة الصغرى زائد القاعدة الصغرى. المهم إلى آخره، راه عندكم القاعدة وخدمناها. نمشيو للأسطوانة نفس الطريقة، ها هي القاعدة بي مضروبة في R في الشعاع أس 2، الشعاع أس 2 مضروبة في الارتفاع، وهذا الشيء راه كيحطوا لكم في الامتحان. ألوغ إلا ساليتو غادي نخلي الجدول حداكم، غادي نمشيو مباشرة نشوفوا فيها لهنايا الكتاب المدرسي اللي هو الجديد في الرياضيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، هذا هو الكتاب المدرسي. غادي نمشيو للصفحة 116، غادي نخدمو تمرين رقم 7، وردوا البال معايا. تمرين رقم 7 هذا اللي فيه جوج ديال الاشكال هندسيه واحد فوق واحد، غادي تحاولوا نخدموا الحجم ونحسبوا الحجم ديال هاد الاشكال الهندسيه بزوج. يلا ها هو التمرين حداكم، كتشوفوه مزيان صفحه 116، غادي نحاولوا نخدموا هاد التمرين. اذا على بركه الله ما نضيعوش الوقت، الجدول ديال القواعد انفاص لكم في السبوره كيف كتشوفوا، والتمرين راه عندكم في الكتاب. غادي نعطيكم 5 ديال الدقائق، جاوبوا لي عطوني الجواب النهائي ديال شوف احسب حجم المجسم. هذا المجسم راه فيه جوج ديال الاشكال، اذا ملي كنقولوا الحجم يعني الحجم هو النهائي، غادي تبدا تحسب الحجم ديال هذا الشكل الصغير اللي الفوق، ثم الحجم ديال الشكل اللي كبير تحت منه، وتجمع الحجم الاول زائد الحجم الثاني وتعطيني النتيجه النهائيه. اذا كنتظر دابا الاجوبه ديالكم على بركه الله. دونك خدموا لي التمرين ديال الصفحه 116 في الكتاب ديال تمرين 7 صفحة 116، يعني نكتبها لكم في السبورة، ما عنديش حتى فين نكتب دابا في السبورة، ما عنديش. المهم صفحة 116 تمرين رقم 7، على بركة الله دوك غنخلي لكم الوقت، وجاوبوني في الكومنتير. يلا بسرعة، العملية بسيطة جدا كيف ما شرحت لكم. عندنا جوج ديال الأشكال، اللي سالا يكتب لنا مباشرة الجواب ديالو في الكومنتير باش نساليو هاد اللايف ديالنا. يلا يلا بسرعة، كننتظر الأجوبة ديالكم بالنسبة لتمرين 7 صفحة 116. تمرين 7
صفحة 116. تمرين اللي فيه جوج ديال الأشكال هندسية. برافو عليك، برافو لي زونفون، يلا يلا مزيان 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 مزيان. أو لا لا، برافو 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 برافو. هادو هما الأجوبة اللي كنبغي، مزيان. مادام جاوبتوني على هاد التمرين هذا راكم خيرين. عارف راسي بلي في الامتحان غادي تجيبوا نقاط مخيرة. برافو عليك. هو الجواب هو التمرين شوية كيبان بلي صعيب، مادام فيه جوج ديال الأشكال مركبة. مادام ما خلعكمش هذوك الاشكال وجاوبتو مزيان، برافو عليكم، برافو لي زونف. يلا لي زوتر، عطيونا الاجوبه ديالكم باش نديرو التصحيح في السبوره. يلا مزيان مزيان مزيان، راكو غادي مزيان مليح. والموعد ديالنا ان شاء الله نهار 2 باش نديرو لايف ديال اللغه الفرنسيه. اذا غادي يكون عندنا جوج ديال لايف في الاسبوع، لايف نهار 2 ولايف نهار الجمعة، إذن بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع. وفي على طول الأسبوع غادي نبقى هاد اللايف هذا نقسمو لكم دي فيديو ونعاود نحطو لكم في القناة ديالي وفي لاباج ديال الفيسبوك وديال القناة ديال اليوتيوب. يلا على بركة الله، دونك ما تنساوش الموعد ديالنا نهار 2 لايف ديال اللغة الفرنسية، الإثنين إن شاء الله لايف ديال اللغة الفرنسية. يلا الاخرين عطيونا الجواب ديال هذاك التمرين، ديال تمرين 7 صفحه 116. تمرين 7 صفحه 116. دونك الا ساليتو غادي نحاول نمسح هاد السبوره هادي. شتو لو طابلو تبارك الله، راه جمعنا فيه كاع القواعد. دونك اللي نقول هاد لو طابلو راه كي غادي يسهل عليه الحفاظه وغادي يجيو القواعد بسيطه وواضحه جدا في هاد الطابلو. الوغ كيف ما قلت لكم وليداتي، حنا دابا كنخدمو التمرين، غادي نديرو التصحيح ديال دونك هذا التصحيح. تصحيح تمرين 7 صفحة 116. الوغ قالنا حساب حجم المجسم. الو الو المجسم ديالنا داير بهذه الطريقه هذه، جاي جوج ديال متوازي المستطيلات واحد فوق واحد الطريقه. انا استسمح على الرسم ديالي، كنحاول نوضح لكم الرسومات وصافي. دونك كنحاول نجيب الرسم بحالو. انا قلبت الاتجاه، عفوا استسمح بهذه الطريقه، دايرين الاتجاه منا هكا هكا، نجيو عاوتاني هنايا. دونك دايرين جوج ديال المجسمات واحد فوق واحد هاد الطريقة، هادي هوب هكدا، دايرين هكدا، وهدا جاي طويل هكا بهاد الطريقة. دونك هذا هو تقريبا، حاولت نرسم لكم المجسمات اللي عندنا ياك. حاولت نرسم هنايا، لا هنايا زيد بحال هكا، دونك جاي طويل شوية، جاي طويل شوية، دونك جاي حتى لهنا
معليش اسمح لي على الرسم ديالي شويه. المهم صافي، المهم غادي نديرو القياسات اللي هو 21 سنتيمتر هنا، هنا 9 سنتيمتر، هنا 7 سنتيمتر، هنا 2 سنتيمتر، هنا 18 سنتيمتر، واخيرا 3 سنتيمتر. اذا بحال اللي عطاونا كاع المهم الاطوال ديال المجسمات بجوج. اذا عندنا هنايا في 1 ديال المجسم رقم 1 والمجسم رقم 2 اللي هو في 2. بلاتي دونك هنايا عندنا نصغر شويه على سنتيمتر نجيبها هنا باش ما تشدناش البلاص. هنا عندنا في 1 وعندنا في 2 كيف ما قلت لكم، وعندنا في توتال يعني النهائية ولا المجموع. الو، وهذا المجموع كيساوي لنا في 1 زائد في 2 وغادي يعطينا النتيجة النهائية. الو، كيف ما قلنا قبيلة هاد المجسمين بزوج لا الاول ولا الثاني هما عبارة عن متوازي المستطيلات، والقاعدة كتقول لنا الطول في العرض في الارتفاع. اذا هنا غادي نديرو 18 مضروبة في 3 مضروبة في 2، والنتيجة اللي لقيناها بالنسبة للمجسم الاول لقينا 108 بيان سور، هذا سنتيمتر 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 مكعب، ما تنساوش الوحدة معرض عليكم. الوغ هذا بالنسبة لفي واحد، هذه كانت في واحد. نمشيو لفي 2 بنفس الطريقة، 21 مضروبة في 7 مضروبة في 9، والنتيجة ديال في 2 عطاتنا شحال؟ 1323 دائما سنتيمتر مكعب. كنجيو نأثر النتيجة الوغ المطلوب دوكي هو هذا زائد هذا، وعطتنا نتيجة نهائية كيف ما لقيتو في لي كومونتير 1431. صح، عافاكم ما تنساوليش الوحدة اللي هي سنتيمتر مكعب. إذا اللي لقى هاد النتيجة راه عنده نتيجة صحيحة، اللي ما لقاهاش راه عنده خطأ في هاد التمرين. غنخلي لكم الوقت نقولو التصحيح باش نساليو لو لايف ديالنا. ماشي سنتيمتر إناس، ماشي سنتيمتر مكعب، ماشي سنتيمتر أس 2 أس 3 داكوغ، أس 3 ردوا البال. راني شرحت لكم علاش، حيت كاين 3 ديال القياسات، كاين الطول وكاين العرض وكاين الارتفاع، كاين 3 و3 بهم فيهم سنتيمتر 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 سنتيمتر، ماشي مربع ولكن مكعب أس 3. يلا نقولوا التصحيح، من تساليو التصحيح وتكونوا ساليتو التصحيح قولوا لي استاذ انا هنا باش نحاولوا نساليو لو لايف ديالنا جماعه ان شاء الله. الموعد ديالنا ان شاء الله نهار الاثنين باش نديرو لايف جديد ديال اللغه الفرنسيه. اذا كيف ما لاحظتوا جي فيكسي حددت جوج ديال المواعيد في الاسبوع اللي هو موعد يوم الاثنين وموعد يوم الجمعه ديال لي لايف. وكيف ما قلت لكم هذا لو لايف باغ اكزومبل هذا المباشر، هذا الدرس المباشر ديال اليوم غادي نقسمو على جوج ديال الفيديوهات يتحطوا في الاسبوع، فهمنا؟ يعني بالنسبه للدراري اللي ما شافوش هذا الفيديو ولا ما عارفينش باللي حنايا هذه الطريقه ديال العمل ديالنا، سهلوا عليهم المعلومه ونعطيوهم المعلومه، غادي نقسمها على جوج ونعاود نحطهم في لاباج. إذن إلى نهيتو تصحيح كتبوا لي قولي أنهينا أستاذ، سالينا سالينا ساليتو التصحيح ديالكم. إذن مادام ساليتو التصحيح أنا غادي نقول لكم وصلنا للنهاية ديال اللايف ديالنا،
شكرا لكم بزاف وليداتي على التتبع ديالكم وعلى التفاعل ديالكم. الموعد ديالنا ان شاء الله في اللايف الجاي يوم الاثنين باش نلخصوا عاوتاني درسين ديال اللغه الفرنسيه. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم والى اللقاء.